في 2 أغسطس عام 1990 احتلت القوات العراقية الكويت، ومنذ الساعة الأولى للغزو شاهد السعوديون آلاف الكويتيين يلجؤون إلى حدودهم. حياك الله أخوي. الله يحييك. أول شيء أشكر حكومة السعودية وأشكر الشعب السعودي الكريم. نعم. وطبعا أنا اسمي بدر علي إبراهيم، طبعا كويتي الجنسية. وطبعا أنا حاشتني رصاصة بأول يوم وأنا رايح الشغل الصبح. وطبعا على كل عادتي أصلي الصبح وطلعت بالسيارة. وأنا بالطريق عند قصر مؤتمرات وأنا شاهدت الجندي من فوق وهو يطلق علي الرصاص، فطبعا رصاصة واحدة حاشتني وهذا الوجه هذا المكان هذي أي. اللي حصل ما يحصل من مسلم نحو الكويت، يعني عانينا من معاناة لا ليل ولا نهار، يعني إرهاب. اغتصبوا، سرقوا، هدموا البيوت. في بيت كتب عليه شعار عند جارنا، شعار يعيش جابر أحمد الصباح وولي عهد الأمين، يا أبو مدفع ضربوا في البيت كله.